السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا من البحرين لله الحمد، والحقيقة حصل لي عدة مواقف مضحكة في البحرين، وبعضها مخيفة وبعضها ما قصروا فينا. يا جماعة، في واحد من الزملاء هناك الله يحفظه أصر إلا أن أنام مع تلك الليلة في البحرين في شقة له مستأجرها أو كذا، فعمارة 20 أو 30 دور في وسط المنامة، ما شاء الله فخمة جدا. المهم أنا سولف معاه، طلعت مع العمارة دي، ما درت أي دور ولا درت أي شقة، أنا ماشي ورا ما أدري شو القصة. ووصلت عنده الشقة وشوية قلت ولد بنزل أجيب الشاحن مدام أني بمسي هنا، وطلعت من الشقة وخليت جوالي عنده ونزلت تحت، أخذت المفتاح حق السيارة بس كان معي، وأخذت الشاحن من السيارة، وأنا راجع إلا في وحدة كذا متتخبط في الشارع طالعة من عمارة هناك شكلها مزري، فمن الخجة كذا يعني فما انتبهت إلا دخلت عمارتهم، ما دخلت العمارة اللي ما انت يعني عمار سوا نفس الترمي نفس الديكورات ما تدري، فادخل عمارتها وهي طالعة وأنا داخل أشوف كيف طلعت من عمارتنا ذي. ويوم وصلت الريسبشن أدور اللفت، أنا أعرف إنه لفتين، واحد يمين واحد يسار، واحد بيقصى الزاوية واحد بيقصى الزاوية، وكل دور فيه 4 شقق اللي هو المبنى يختلف. طلعت عرفت إني غلطت في العمارة، رجعت عمارتي ما فيها استقبال ما فيها مدريش ما فيها أي واحد، دخلت أنا دخلت اللفت اليمين ولا اللفت اليسار والله ماني داري، ناس مع الرجال أخذت اللفت اليسار طلعت، أنا أعرف إني أول ما طلع من اللفت عندي كلمية تلاقي الشقة، طلعت دور 13 فتحت الشقة ودخلت اللي هو الستاير بيض وذاك ستاير أسود، اللي هنا في ناس يختلفون وأطلع زي الإش، خفت والله العظيم، يا ولد دور 13 ولا دور 14 ودور 16 دور ماني داري، قلت صار القاع بالقاع وطق والله، وادخل الشقة في دور 16 اللي أنا في أمريكان ساكنين في الشقة عوائل ووو يا الإحراج، واطلع سوري سوري واطلع، ايش أصلح في حياتي؟ لاني عارف لا عندي تليفون لا أدري كم الشقة ما أدري وينه، الشقة كلها سوا والله العظيم ماني حتى عارف رقمها، وانزل أجلس في اللوبي تحت، قلت يا ولدي يمكن الرجال يحس لما تأخر وينزل لي، ما نزل. طلعت مرة ثانية مشيت مباشرة من هناك وقلت يا ولد أنا قد طلعت البلكونة عرفت الإطلال لأن أطل من الجهة الخلفية، خلني ألف على العمارة وامشي حوالي 10 دقائق، لفيت على العمارة ماشي برجولي وفعلا عرفت الإطلال، قلت ايوه هي في الخلف وليست في الأمام، أهل الرجال المسكين ينزل إلى السيارة ويطلع يقول أحد اختطفه صارت مشكلة له جاء شيء جاء حاجة حتى وقلقان وما أدرى وين رحت، قعدت حوالي نص ساعة أدور وارجع العمارة، المشكلة اللي قد قلت زهلها الله ما يغرني، فكرهت كلمة زهلة هذه، ضيعت في شقة وأنا في وسط البحرين في عمارة يعني غباء شديد. سبحان الله العظيم، والله وقعدت فترة كذا في اللوبي تحت اللي نزلت الرجال قد وجهه أصفر لنص ساعة ولا ساعة من يوم طلعت ما أدري وين رحت وجوالي ما هو فيه، مشكلة كبيرة ما أنساها. فاتكل على الله، لا أحد يتكل على علمه ولا على عقله، ولا أنا ما أدري كيف جليت وما أخذت رقم الشقة ولا أخذت اسم العمارة ولا أخذت أي حاجة. فعادة أنا والله إذا سافرت الشقة اللي يسكن فيها أخذ لوكيشن وأصورها والعمارة، لكن تكلي على الله ثم على الرجل إني يعني ما أخذت المعلومات هذه، فما أنسى الموقف بغيت أضيع أنا في محل السلامة. برضو لما دخلت البحرين قلت لكم كان السياج قصير حاطين مقاس للسيارات اللي تدخل والفان حقي هذا مرتفع، ومشيت كذا فصقع الحاجز حقهم في السقف حق سيارتي وتورط لأنه بحديدة كذا ما عاد أقدر أرجع، قد عديت ما عاد أقدر أرجع بيكسر علي الفواصل تك 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 حتى وصلت فوصلت للجوازات قلت له أنا آسف يعني السيارة ما تقدر تمر، قال ليش دخلت هنا هذه السقوفة محدودة المفروض تمر على البوابة الرئيسية، قلت واصلت مشني والله ما قصر حياك يا معود الله عدينا. الثالثة قبل الفطور أنا أبغى مرة أحمد بهزة عشان أفطر عنده، غلطت في الشارع وفي جسر ضخم جدا كذا فعكست الشارع والدوريات واقف والمرور واقف وقبل الفطور والمفروض فيها توقيف وسجل، لكن شافوا السيارة السعودية وقالوا يلا مشها ضيفنا، ومشيت يعني صراحة في يوم واحد 12 ساعة عملت عشرات الأخطاء.